أنا تدربت بداية تدريبي بالحلاقة عند حمدي. حمدي كان لي أكثر من أخ، والحمد لله رب العالمين على كل حال. طبعا كل اللي صار هذا الحمد لله تقدير من رب العالمين، وإحنا إيش ما نعمل وإيش ما نقدم عشان حمدي قليل، والله يا رب يقدرنا يا رب، ويعني نعمل اللي بالله بيقدرنا عليه يا رب. حمدي كان شخص كتير كتير طيب ووفي ويعني وخدوم، وإيش ما يطلب منه الواحد ما بيأثر معه، شخص مبادر مثابر وحبوب كتير، الله يرحمه ويغفر له. طبعا اللي صار ما حد كان رضيان عنه، بس هاي إرادة رب العالمين والحمد لله على كل حال. يعني ايش ما يحكي الواحد ما بوفي حقه، لانه كان اكثر من اخ يعني فعليا. اول اشي انا بدي اقول الحمد لله رب العالمين انه ربنا اصطفى حمدي لجواره، الحمد لله انه طهره ورفعه، الحمد لله رب العالمين. طبعا اصدقاء حمدي يعني عن جد اصدقاء وفيين جدا، أنا مش عارف يعني كيف بدي أشكرهم. طبعا الحدث هذا الموجود حاليا هو مش أول وقفة لهم، يعني يوم ما استشهد حمدي أنا بعد يعني ربط رب العالمين على قلبي، وبعد الصبر اللي نزله والسكينة على قلوبنا ما كان في إلنا ناصر ولا معين إلا هاي الوجوه اللي ربنا يبيضها يا رب ويجعلها في ميزان حسناتهم. جميعا كانوا جنبي، طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الشباب ما قصروا وأصروا إنه يكون هاي الفعالية إحياء لذكرى حمد الطيبة وإحياء لاسمه واسم صالونه، وطبعا هي بتيجي لرفع معنويات أبوي طبعا رجل كبير، وإمي يعني أنا حسيتهم كتير تشجعوا لما سمعوا إنه الصالون بده يرد ينفتح. طبعا حسوا إنه الإشي يعني هيك أنعش قلبهم، الحمد لله رب العالمين.